السلام عليكم خواتاتي، نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير وبصحة جيدة يا ربي. اليوم كما كتشوفوا ماشي ستابا، ماشي ان فلوغ ولا وصفة، ولا غير بينا نحكي لكم شوية على هذا المرض اللي راه يدور في بلادنا، وان شاء الله ربي يبعدها علينا ويحفينا ويعافينا ان شاء الله. شو بغيت نقول لكم، انا في الحقيقة ما كنتش كنا كيما احنا كاع ما كناش دايرينها سيريوزمون، كنا دايرينها ضحكة عاد، ما المهم ما كانتش عندنا احنا هنايا بزاف، ما كناش متخوفين منها. انا ملي نهار اللي نهار الخميس اللي فات ملي حبسوا البزاوز من المدارس، هذا كنت حسيت بالفريمون كلي حاجة، وكلي حاجة بوستني ولا كلي حاجة توشتني ولا كلي حاجة صافي دير بلي ما حبسوا الصغار من لي زيكول، تا راه حاجة غراف غراف غراف، راهم خايفين منها الى تنتشر. بلا ما يخفيكم شفتوني انا الايام اللي فاتوا كنت نروح لي ماغازان فيهم الغاشي، كنت نروح ندور، نروح للمحل تاع المواعين، نروح الو. هذه الحاجه الاولى اللي حبستها هي الخرجه، راني قاعده في داري انا ووليداتي، ما ايفيتي المخالطه بزاف، ايفيتي البلايص اللي فيهم الغاشي، واحد يخرج يقضي ولا الزوج تاعك يخرج يقضي، يقضي لك في بلاصه باينه ويجي. وحاجه تانية وحده اخرى هي ما تخرجوش شيات المواعين، ما تخرجوش شيات من جديده، ما تروحوش لي ماكازين الكبار اللي فيهم الغاشي كيما هذاك اللي رحت له هنايا، هذاك طوب اللي رحت له من دخلت فريمون فريمون كان يغلي بالغاشي، واحد ايفيتي كاع البلايص اللي فيهم الغاشي بزاف، باسكو ما تحسيش كاع المرض مين راه مين يجي. ان شاء الله يبعدها علينا يا رب، يقولوا كاع امين. من جديده تاني هذا باسكو هذا الوقت حنايا مداري، هذا الوقت هو الوقت تاع التسوق نتاعنا، تاع واش دير رمضان، واش دير المواعين، واش دير الكسوه تاع العيد، واش دير بزاف صوالح. الوغ فوميو الواحد عندنا هاد الفانجور طاوها البزاوز، واحد يفوتها في داره مريح، على بالي بلي غادي يضايقو على البزاوز، غادي يضايقو سيرتو اللي مشي موالفين يقعدو في الدار بزاف شحال من يوم. الوغ واحد الا خرج يخرج في ليسباس فيغ، كاين بلاصه ما فيهاش الغاشي، مشي لي بارك، مشي تروحي لي بيلفيو، ولا تروحي لي مش عارفه انا كاراستير، ولا تروحي تقولي بلي خرج بلي رحت للطبيعه، باسكو هذوك البلايص فيهم غاشي بزاف، فيهم بزاوز، فيهم لي فامي. هي في الحقيقه يقول لك البز ما تاثرش عليه بزاف، سينو هو بالخوف يدي العدوى وينقلها للكبير، هذه هي اللي يخافوا منها. الو لازم 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 كما قلت لكم واحد يقي نفسه ويقي ولاده باش تبعدي على روحك هاد المشاكل ولا هاد الحاجه اللي هالدور. واحد يقعد في داره مع وليداته مهني، الزوج تاعك غادي يخرج يقضي لك ويجيب لكم ويخرج يخدم ويجي. وشاي الحاجه الثانيه هي الوقايه، قال لك الوقايه خير من الف من العلاج. الوغ شاي الوقايه، الوقايه الغسيل 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 الغسيل، واحد يغسل بالصابون كي تاع اليدين، شفتوني راني حاطه ديجا حطيتكم فيديو درت فيه شويه تاع الجافيل. الوغ واحد يغسل يديه ويغسل يديه، ماشي غير يشللهم يطلق السباله يشللهم، يقول لك بلي صاي غسلت يديه، هذاك الغسيل تاع اليدين هذاك ماشي غسيل، الغسيل تاع اليدين تاع الصح هي تغسلي اوم 30 ثانيه 30 سكوند، وانت تغسلي بين الصباح في الضفار سورتو اللي يكون برا ويجي داخل، توشي اي حاجه تاع برا، توشي الدراهم، توشي اي حاجه تكون دخلتك من برا ولا اللي يكون جاي عندك من برا. الحاجه الاولى اللي يديرها هي يفوت للصال دو بان يغسل يديه بالصابون ينقيهم تري تري بيان. كم تغسلوا الغسيل تاع اليدين هو الصح، ولادك ثاني تعلميهم الغسيل الصح تاع اليدين. في الفيديو تاني تاع اللي فات ثاني وريت لكم الطريقه تاع الغسل تاع اليدين هي الصحيحه، كي ديروا الصغار تاعكم يغسلوهم وتولفيهم كل ساعه ساعتين، كل ساعه ساعتين تلغي له الصال دو بان، تديه تغسل يديك غسل يديك غسل يديك حتى يولي غير وحده يروح لك للصال دو بان هو يغسل يده. وكاين ثاني هذاك البرودوي تاع اليدين تشري فيهم في فارماسي، راح لي الاسم تاعه، الا ما نجبتيش تشريه راك ديري تخدمي، تنجمي تخدمي معقم بالصوالح اللي عندك في الدار، دير شويه تاع الاركول، دير شويه تاع الماء وشويه خل على خل ابيض، شاور نسبه تاع الاركول تكون كبيره، وشويه تاع الماء وشويه تاع خل ابيض، تخلطيهم في قارو في قرعه ولا وان قدرت عليك وخرجتي ولا برا، باسكو قال لك هذا الفيروس
يحكم بنادم بعيد الشر، يحكمه في اليدين، وهذاك ما يتعداش تمتم، يقعد 10 دقائق. الوغ تخرج تروحي كاش بلاصه، تخرجي تمتم تعقمي، تغسلي يديك بهذاك الخليط اللي خدمتيه انت وحدك في الدار. سينو تشري هذاك المعقم اللي يباع في الفارماسي، انا شري لي نورمالمون شري لي 25000، 25000 ولا 15000، ما عقلتش مليح البري تاعها بصح. يا هما زادوا في هاد الايام، تكون عارفين حاجه اللي تولي دوموند عليها بزاف، راهم يديروها يغلو في البري تاعها. هي الحق في وهران حنايا مازال ما لقاوش دي كا نيشان، شاكين في 3، واحد جاي من فرنسا، جاي من اسبانيا، واحد تاني ايميغري تاني جزائري، هما 3 نورمالمون راهم شاكين فيهم في لقاهم في 3 ليلات ولا هكا. سمعت الاخبار انا في التلفزيون في الباهية، و 3 تاع ليكا ما عرفش 18 18 بصح، باش نحدوا من الانتشار نتاعه. هي هو راه منتشر بزاف كيما سمعت في التلفزيون بليده، هو باش يحدوا الانتشار تاعه غادي كيما قلت لكم بلعوا المدارس باش ما يزيدش ينتشر. يليق هاد الكان جور ولا 20 جور واحد ما يتنقش بزاف، باش سينو باش المرض ما يتنقش بزاف. ما لازمش واحد يكون ما كان والو، كانهم يشكلوا لينا ولا كانهم يقولوا لينا ولا كانها هذه حاجه. انتم تخيلوا في البلدان الاوروبيه المتقدمه راهم حاصلين، تشيل راهم حاصلين، اللي ما يشوفش الاخبار تاع الاوروب راهم حاصلين باغي، راهم مبلع كلشي يبلع. عندي خالتي في المهجر قالت لنا كلشي تبلع، ريفي طايمه راهم شاريين، تحس بيه عندهم مغازه، حلوا مغازه في الديار نتاعهم، علاش باش ما يخرجوش، كلشي راه مبلع عندهم، ما كاش حاجه راها محلوله عندهم. تخيلوا بلد اوروبي انتشر كيما هكا بهاد السرعه، وهم لي كا كل يوم عندهم بالمئات. تخيلوا حنا بعيد الشر يدخل لبلادنا، شي يصرا فينا باسكو ما عندنا الامكانيات، لا مش عارفه انا يا طب، لا حنا المرض هذا انتشر، هذا المرض انتشر عندنا، طفرت فينا طفرت فينا طفرت في ولادنا حياليا. شايفين السبيطارات تاعنا كي دايرين. المهم ونقصوا ثاني من داك السلام والتعنيق، وحبيبتي تلقيها برا تقعدي تعنقي وتقعدي تسلمي وكلك السلام والتعنيق، وهادو واحد فو ميو ايفيتيهم. الا خرجتي تقدرتي خرجتي من بعد سلام سلام صافا صافا وتفوتي، ما كان لا حكايات لا ضحك لا تعناق لا سلام. انا المهم كنت باغي ندير لكم هاد البسي جماعه ولا جلسه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها. كونوا لازم نتوعوا، لازم ما نقعدوش في هذيك تاع ما كان والو. لازم الواحد يقي نفسه ويقي ولاده ويقي حتى الآخرين، باخش هاد الوقاية راها سلسلة، راها العائلة، راها الأسرة، راها الجوارين، راها لي زيليف مع بعضاهم، راها في السبيطار. واحد قالك كنت فرج أخبار قالك كل واحد كوما يكونش مريض 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 ايفيتي السبيطار، ايفيتي السبيطار. ولا كان عندك واحد مريض يروح وحده، ما كان ليه تروحي تي معاه، وتروح مع اخته الصغيره، ولا تروح مع اخوه، يروح مع ابوه، يروح يفوت ويجي، ايفيتي السبيطار باقصى درجه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا، ربي يحفظنا، ربي يحفظنا وليداتنا، وربي يبعد علينا هاد المرض ان شاء الله، وعلى امه المسلمين ان شاء الله. وربي يخلينا مش عارفه انايا، يخلينا دائما واعيين، ويخلينا دائما فايقين، وان شاء الله يفوتوا هذه الازمه ان شاء الله على خير، وفوتوا هذه لي 20 جوغ ان شاء الله على خير. واحد ما يتضايقش ويوسع خاطره ويكون خاطره كبير ان شاء الله، ويدخلوا ولاد وليداتنا يعاودوا يقولوا دخل لنا رمضان بالصحه ان شاء الله. وش نقول لكم خواتاتي، ربي يحفظكم يستركم وبالسلامه.